من جديد تزداد مخاوف نشوب العنف في العاصمة طرابلس منذ أن أقر مجلس النواب استمرار صديق الكبير محافظا لمصرف ليبيا المركزي وتكليف المجلس الرئاسي فيما بعد لمحمد الشكري ومجلس إدارة جديد. ومنذ ذلك الحين يهدد شبح العنف العاصمة طرابلس فيما لم تتوقف التحذيرات المحلية والدولية للأطراف من محاولة اللجوء لاستخدام العنف. النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي قال إنه لا مجال للعودة إلى الاحتراب أو التناحر لتحقيق المكاسب أو استيفاء الحقوق، وأن الطريق الوحيد لتحقيق التوافقات في ليبيا هو الحوار. دوليا عبرت البعثة الأممية في ليبيا عن قلقها البالغ إزاء التقارير التي تفيد بحشد القوات في طرابلس، بما في ذلك التهديدات باستخدام القوة لحل الأزمة المحيطة بمصرف ليبيا المركزي. البعثة أشارت في بيان لها إلى أن استعراض القوة العسكرية والمواجهات المسلحة في الأحياء المأهولة بالسكان أمر غير مقبول ويهدد حياة وأمن المدنيين وسكينتهم، داعية إلى التهدئة بشكل فوري. في حين حثت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في ليبيا جميع الأطراف على التهدئة الفورية وتجنب العنف، قائلة إن محاولة حل الأزمة المتعلقة بالمصرف المركزي بالقوة أمر غير مقبول وسيكون له عواقب وخيمة على سلامة المصرف وموقف ليبيا في النظام المالي الدولي واستقرار البلاد. أما السفارة البريطانية في ليبيا فقد دعت جميع الأطراف إلى استخدام نفوذها للتخفيف من حدة الصراع والدخول في حوار سلمي لحل الخلافات السياسية. وفي ظل حالة الترقب المحلية والدولية للمشهد في البلاد، تبرز تساؤلات وتحذيرات عن انعكاسات أزمة المركزي على حياة المواطنين ومطالبات باللجوء للحوار وعدم الانجرار إلى الصدامات المسلحة.